السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع فن جديد أول مرة نسمع عنه، هو فن الاختلاف مع الآخر. هنعرف فن الاختلاف وهنعرف رأي الشاعر الكبير الراحل فاروق شوشة في فن الاختلاف. أولاً، لابد للجميع أن يتعلم هذا الفن الراقي، فن الاختلاف، لكي يستطيع أن يعزف على أوتار الحياة، وليستطيع أن يسمع الألحان الجميلة العذبة من ألسنة الناس، ولا يسمع صوت النشاز. في موقف جميل جدا للشاعر الكبير فاروق شوشة. ففاروق شوشة منذ سنوات ظهر في إحدى القنوات الفضائية، والمذيع يسأله: ما رأيك في المفكر سيد قطب؟ أولا، فاروق شوشة مختلف في فكره ومنهجه عن فكر ومنهج سيد قطب، بس ده ما يمنعش إن الإنسان لازم يحترم الآخر ويحترم الاختلاف. نجد ان فاروق شوشة ادانا مثال جميل في ايه؟ في التعامل مع الاخر، وفي الوصول الى الاخلاق الرفيعة، وفي ممارسة فن الاختلاف. فنجده يقول: سيد قطب عرفناه في كلية اللغة العربية، فكان يدرس لنا القرآن الكريم، كان يدرس لنا سورة البقرة، وكنا نستظل تحت ظلال القرآن مع الأستاذ سيد قطب. وتكلم إن سيد قطب هو ناقد أدبي معروف، وقام بنقد العديد من الروايات، ومنها رواية قنديل أم هاشم للروائي المصري يحيى حقي. وهذا الرجل فاروق شوشة لم يقل كلمة تجرح مشاعر سيد قطب، على الرغم من اختلافهم في المذهب، ولكن دي الأخلاق وده فن الاختلاف. أنصحكم بممارسة فن الاختلاف مع الناس لكي تستمتعوا بالألحان الجميلة العذبة من ألسنة الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.